حققت مملكة البحرين إنجازا عالميا جديدا في سباق مايدن لابيوليتا للدرجات الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن احتل متسابق فريق بحرين ميريدا فينشيزو نيبالي المركز الثاني في السباق الختامي لمسافة 117 كيلومترا. عبر المتسابق نيبالي عن فرحته بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدا أن المحافظة على المركز الثاني طوال مراحل السباق كانت مهمة صعبة، لكنه استطاع أن يحققها بنجاح. وأشاد نيبالي بالمجهود الطيب الذي قدمه وزملاؤه في الفريق في هذا السباق الذي وصفه بالصعب والمحفوف بالأوضاع الجوية السيئة، مشددا على أن جميع أعضاء فريق بحرين ميريدا عملوا باجتهاد كبير للظفر بالمراكز المتقدمة، بما يعكس سمعة الفريق ومكانته في الساحة الرياضية الدولية. وأكد نيبالي أنه قدم كل ما لديه من إمكانات لرفع اسم مملكة البحرين في السباق الهام، مقدما الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على دعمه المستمر للفريق، ومتمنيا لأعضاء الفريق التوفيق في السباقات القادمة.